شويه يا بنات. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. يا اهلا بيكم. اتفضلوا. خير ان شاء الله. فرح بقى ولا حفله ولا طهور ولا عيد ميلاد؟ لا حضرتك، احنا جايين من طرف بو هزه. ومين فيكم بقى اللي عايزه يتعلم الرقص؟ مش انا ولا انا. انا حضرتك. وانا اسمي رانيا اللوحي. يا لوحي يا لوحي يا ده من ايه؟ وعايزه تتعلمي الرقص ليه بقى؟ هتشتغلي رقصه؟ حضرتك يعني لو لقينا عندها الموهبه نقدم لها في الشارع الهرم. قولي لي بقى، طب مين بقى مثلك الاعلى في الرقصات؟ هو حضرتك انا مثلي الاعلى في الرقصات مدام تحيه كاريوكا، لانها يعني فيري ستايلش، وانا بحبها موت موت موت. للاسف يا خساره، بس دي مش مدرستي في الرقص. يا حضرتك مدرسه تحيه كاريوكا دي ايه، ابتدائي ولا اعدادي؟ لا حلو شربات. انا خايفه البوكس يجي يلمنا دلوقتي ونطلع على الاسم. لا، مدرسة تحية كاريوكا للرأس الشرقي. يعني مش مقررة في المنهج يعني. أيوة برافو عليك، مش مقررة. هو حضرتك أنا دلوقتي حالا هسحب ورقي من مدرسة مدام تحية كاريوكا اللي أنا بحبها قوي، وحياتك هديلك الورق ودي المدرسة اللي تحبيها، بس المهم إن أنا أرقص. ده أنتي شكلك بتعشقي الرقص وشكلك كده مجتهد، هتعلمي بسرعة. بس أنا بقى مدرستي سامية جمال. سامية سامية يا مدام، إحنا موافقين، بس علميها الرقص وخلصينا. أمي يا حبيبتي هزي شوية عشان أشوف مستواكي وصلتي فين للرقص الشرقي. لا ما حضرتك أنا ما فيش مستوى خالص، يعني قصدي اقول حضرتك ان انا لسه مبتدئه في الرقص. امي ما تكسفيش، يلا يا لولو اشتغل. عيني. عايز طولك ما بنقط المدام. قولي لي يا حبيبتي، انتي بطنك وجعكي ولا حاجه؟ لا حضرتك خالص، ده انا في احسن حالاتي. طب اقعدي يا حبيبتي اقعدي، بصي لي وشوفي الرقص يبقى ازاي. روحي رقص يا لولو. عيني. بصي لايديا، ها يلا نايم قوي. نعم يا لولو. لا 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 يا ماما، انعم. بصي بصي يا ماما. لا يا ماما لا يا ماما، نعم يا ماما. وسك بقى، يلا وسك يلا. ليني وسك قوي. اجيب لك الاسعاف ولا ايه؟ اسكت انت، قعدوني قعدوني. عادي عادي عادي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت من اولها هتقولي وصي وظهري وجنبي؟ ده احنا يا حبيبتي لسه قدامنا حركات كتير قوي. من فضل حضرتك ارجوكي اجلي حركه الوسط ده بعد شويه، في المؤخره. خلينا دلوقتي في اي حاجه ثانيه. طب قومي وريني الرعشه بتعمليها ازاي. دي اخف حاجه بقى، وريني يا كريمه لويال. بترقصي ولا بتكهربي؟ يا جماعه حد يشد فيش يا اخوانا. لو سمحتي راعي شعوري كانثى مجروحه. وبعدين العلم حضرتك بقى، انا واخده امتياز في الرقص الشفهي. شفهي يا حبيبتي؟ الرقص ده موهبه، لا شفهك ولا شفهي. امال شفه مين حضرتك؟ شفه لولو. العلم حضرتك بقى، الرقص اصلا دراسات وابحاث وريسيرشات. ريسيرش ايه وزفت ايه؟ بقول لك ايه، انت عندك كام سنه؟ اقول لحضرتك انا عندها؟ لا ما تقولش. يا لهوي دي اكبر مني. عضلاتها قفشت ومش هتفك ابدا. انت تنفعي. عشان لسه صغيره يا حبيبتي تبقي رقصه تجنن. لا حضرتك انا جايلي عاده عمل في الخارج في كوالا لامبور، هشتغل ممرضه. يعني ايه يعني ايه؟ يعني انا مش هرقص خلاص؟ مش عايزين تدوني فرصتي؟ لا يا حبيبتي انت ما تنفعيش، انت بقيتي عظمه كبيره يا روحي. انا عظمه كبيره يا راقصه؟ اوكي، لك
كده زي ما انا مش عايزه ارقص اصلا، ولعلمك انا مش هروح فرح وليم، ولعلمك بقى انا مش هسال في توته خالص. عادل لو سمحت هات شنطتي ورايا. قوي قوي قوي. هات شنطتي معاك يا عادل. الحمد لله جت منها. انت مجنونه. لا 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 لا. مع السلامه. مع السلامه يا اخ. بقول لك ايه، اوعي اشوف وشك هنا تاني، انت فاهمه؟ وما تعصبيش قوي كده يا اختي، لحسن طقرك عرق يا طم جاتك واكسه في وسطك. عادل انت قلت لها انا عمري كام سنه؟ لا ما فيش، قلت لها الحقيقه يعني 25 سنه يا عادل ونص.